اوسي لا جينيروزيتي ديال العالمي بيرسونيلمون. هذا المتحف اللي درنا الابتداء ديال العمل ديالو غادي يكون واحد المتحف بحال قلب الدنيا، لان جامع الفنا مراكش الدنيا كلها كتهضر عليها، وهذا المتحف اللي غادي نديرو غادي يعطي واحد واحد الاكسجين لهاد المنطقه، وغادي يطلع مزيان وغادي يعطي واحد الصوره على فوا من مراكش ومن المغرب عظيمه وكبيره. وغادي تشوفوا لان غادي نديرو هنايا هذاك اللي كان قلب نتاع هذا المكان جامع الفنا، غادي نعطيهم القلب نتاعو غادي يكون في هذا المتحف مع الفنان اللي عاشوا هنايا، وهذاك المهرجانات اللي كانوا داروا مع المليحي الله يرحمه، مع بلكهي الله يرحمه، مع عطالله، مع هاد الناس غادي داروا حتى هما اللوحات نتاعهم، كاع كل ليسبري نتاع هاد لابلاس غادي يكون موجود هنايا، وراه دابا خدامين مع الناس كلهم في هاد الشيء. شرف كبير وغامر لأن تشارك الإيسسكو منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في إنشاء هذا المتحف الكبير والذي يخلد تاريخ وتراث تليد للمملكة المغربية بكل ما تحمله من إرث كبير جدا. أود أن أهني المؤسسة الوطنية للمتاحف بما قامت به لهذا المتحف اللامادي أو المعرض اللامادي، والذي سيرى النور إن شاء الله وسيكون انطلاقة جديدة في عالم المعارض اللامادي أو معرض التراث اللامادي. On est très content de participer au soutien de la culture au Maroc, parce que la culture fait partie des engagements de la Fondation Nufissa Pharma 5, et de soutenir ce projet donc, du musée du patrimoine immatériel. En fait, on est partenaire de la Fondation nationale des musées du Maroc à travers différents projets dans le Maroc, dans différentes villes, dont celui-ci qu'on est venu aujourd'hui inaugurer le lancement. Je ne peux pas.